اذا بنكمل اكيد مقابلاتنا مثل ما ذكرنا على ويب سايت ال بي سي فيرست بريزيدنت اوكي كوري وبنبلش مع رئيس نادي المتحد الاستاذ احمد الصفدي. فوز ثمين جدا اليوم حققته رغم الظروف الصعبه بطرابلس. المتحد عم يفرجي صورة كلية مختلفة اليوم بعمشيت. يعني فعلا هذا الجيم اولا بدي اقول هارد لك لنادي عمشيت اللي لعب جيم كتير كبير, واثنين بدي اهدي هالجيم من كل قلبي وباسم كل لعيبة المتحد لأهلنا بطرابلس, خاصة بهالظروف الصعبة انه قدروا فعلا بهالجهد الكبير دخلوا الفرحة لكل بيت, وبحق لهم اهل طرابلس انهم يفرحوا, وان شاء الله دايما بتدل الفرحة من خلال هالمتحد نادي المتحد من خلال شبابه نقدر نعكس الصورة الحقيقية اللي بتستحقها أهالي طرابلس وخاصة بهالظروف المؤلمة. بالفعل بدي أشكرك أكيد أستاذ فعلا أحمد. شكر لكم وللال بي سي, وإن شاء الله بنوعد دائما إلى مزيد من الإنجازات لهالمدينة الصابرة والجريحة أنه نقدر نسعدها ونفرحها بحمل بطولة الكأس إن شاء الله هالسنة. هيدا المتمنى. بدي أشكرك أكيد أستاذ أحمد الصفدي.